أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن رياضة المال والاستثمار. بالنسبة لموضوع الفائدة المركبة أو الاستثمار طويل الأجل، الفائدة المركبة معناها إن في فوائد على متجمل الفوائد، ده شيء طبيعي جدا. يعني أنت لما تحط الفلوس في البنك، فرضا حطيت 100 جنيه والفايدة 10% في السنة، ففي آخر السنة الأولى هتكسب 10، وفي السنة التانية هتاخد فايدة 110، وهكذا. وشيء طبيعي جدا جدا ان كل الفوائد تبقى فوائد مركبة، لان من الطبيعي ان في فوائد على متجمد الفوائد ده لو ما سحبتهاش. لو سحبتها خلاص، لو سبتها على الاصل يبقى في فوائد على متجمد الفوائد، عشان كده بنسميها فايدة مركبة. وكل البنوك على فكرة في كل دول العالم وكل المنشآت بتتكلم عن الفايدة المركبة. فالفايدة المركبة دي بتتحسب ازاي؟ الاول احنا بنجيب الجملة، القانون بيقول جملة مبلغ واحد، يعني حطيت 1000 جنيه بس مثلا، الجملة بتساوي المبلغ في 1 زائد n كله السنون، يعني 1000 اللي هو المبلغ مثلا، في 1 زائد المعدل، نفرض المعدل 12%، يبقى 1 زائد 12% لمدة 3 سنين، يعني يكون أس 3. يعني جملة أي مبلغ بتساوي المبلغ في 1 زائد n كله السنون، والفايدة هتساوي الجملة ناقص المبلغ. يعني نفرض ان انت حطيت 100 جنيه والجملة طلعت 140 جنيه، يبقى الفايدة 40 جنيه، طبيعي يعني. يبقى القانون الاولاني بجملة مبلغ واحد، الجملة بتساوي 1 في 1 زائد n كل السنون، والفايدة بتساوي المبلغ ناقص الجملة ناقص المبلغ. الف معناها المبلغ، وعين معناها معدل الفايدة، ونون معناها المدة بالسنوات، وجيم معناها الجملة وفي معناها الفايدة. جيم الجملة وألف المبلغ وعين معدل الفايدة ونون المدة وفي الفايدة. في برضه قانون تاني بيقول القيمة الحالية للمبلغ واحد، القيمة الحالية رمزها قفحة، هتساوي القيمة الاسمية في 1 زائد n كل أس سالب نون، الجملة أس زائد نون والقيمة الحالية أس سالب نون. يعني إيه القيمة الحالية دي؟ يعني مثلا على سبيل المثال انت وديت البنك كمبيالة قيمتها 1000 جنيه تستحق بعد سنتين وعايزها حالا، عايز الفلوس حالا، فالبنك بيديك فرضا 700 جنيه. ايه 700 جنيه دول؟ القيمة الحالية. القيمة الاسمية 1000 جنيه اللي هو المبلغ المكتوب على البنك، مكتوب على الكمبيالة، بس انت مش هتاخد الالف جنيه الا اذا قعدت 3 سنين وانت عايز الفلوس حالا. فبتروح تبيعها للبنك، تقول له يا بنك خد اخصمها واديني صافي قيمتها، اديني او اديني قيمتها الحاليه. فيقول لك القيمه الحاليه القانون بتاعها هتساوي الالف جنيه اللي هي القيمه الاسميه في 1 زائد n كل اس سالب نون، مثلا بعد 3 سنين تستحق بعد 3 سنين اس سالب 3، يبقى الخصم هتساوي القيمه الاسميه ناقص القيمه الحاليه. الخصم يعني المبلغ اللي البنك بياخده نظير ان هو بيديك فلوسك بدري، هيساوي القيمة الإسمية اللي هي 1000 جنيه ناقص 700 جنيه اللي هو اداهم لك، يعني فيه 300 جنيه. يبقى أنا عندي قانونين لغاية دلوقتي، القانون الأولاني بيقول إن الجملة بتساوي المبلغ في 1 زائد n كل أس نون، لكن القيمة الحالية بتساوي القيمة الإسمية في 1 زائد n كل أس سالب نون، دي أس زائد نون ودي أس سالب نون. الفايدة بتساوي الجملة ناقص المبلغ، وده بديهي جدا. والقيمة الخصم هتساوي القيمة الإسمية قفصي ناقص القيمة الحالية. كمثال بيقول لك احسب الفايدة والجملة
بمبلغ 1000 جنيه لمدة 3 سنين ونص، ومعدل الفايدة المركبة 12.5% سنوية. سوري، تحسب الفايدة الجملة لمبلغ 1000 جنيه، المبلغ ألف 1000 جنيه لمدة 3 سنين ونص، يبقى لمدة 3 ونص، المعدل 12.5%، 12.5% يعني 12.5 على 100، يعني 125 من 1000. هو عايز الفايدة والجملة، يعني واحد حط في البنك 10,000 جنيه وسابهم في البنك 3 سنين ونص، وكان معدل الفايدة 12.5%، ياخد كام بعد 3 سنين ونص والفايدة تبقى كام؟ الحقيقة القانون بيقول إن الجملة تساوي أ في 1+ كل أسهم، يعني 10,000 في 1+12.5%، يعني 1,125,000 كل أس 3.5. هتطلع زي ما حضرتك شايفين 15,101,988. الفايدة بتساوي الجملة ناقص المبلغ، يعني الراجل خد 15,101 وحط في البنك 10,000، يبقى الفرق بينهم 5,101 في العقل، يعني الفايدة بتساوي الجملة كل فلوس الراجل خدها من البنك ناقص اللي حطه في البنك. علامة الأس إيه هي؟ علامة الأس على حسب الكالكوليتر، في كالكوليتر علامة الأس اللي هي زي 8 بالعربي يعني، أو إكس أس مربع كده، أو الكالكوليتر القديم إكس أس واي اللي هي الباور، يعني علامة الأس كمان مرة اللي هي في بعض الكالكوليتر اللي هي 8 بالعربي، اللي هي 8 بالعربي اللي هي بس سهل، أو إكس أس مربع زي ما حضراتكم شايفين، أو إكس أس واي ده في الكالكوليتر القديم. مفيش كالكوليتر فيه التلاتة، يا ده يا ده يا ده. ده مثال للقيمة الحالية، يقول لك قدم تاجر كمبيالة للخصم قبل تاريخ استحقاقها بسنتين وثلاثة أشهر، قيمتها الإسمية 2000 جنيه بمعدل خصم مركب 16.5% سنويا، احسب القيمة الحالية للكمبيالة على خصم الكبير. يعني الكمبيالة مكتوب عليها 20,000 جنيه، ولكن ما تستحقش النهاردة، تستحق بعد سنتين وثلاثة أشهر. الراجل عايز الفلوس دي النهارده، فراح للبنك قال له يا بنك خد الكمبيالة دي اخصمها واديني صافي قيمتها. وعايزين صافي قيمتها أو قيمتها الحالية بتساوي قد إيه؟ القيمة الإسمية اللي هو المبلغ اللي مكتوب على الورقة اللي هو 2000 جنيه. المهم المعدل 16.5% سنويا على 16.5 على 100، يعني 165 من 1000. تستحق بعد سنتين وثلاثة أشهر، يعني سنتين وربع، ثلاثة أشهر ربع سنة، يعني النون بتساوي 2.25. القانون بيقول إن القيمة الحالية تساوي القيمة الإسمية في 1+ كل أس سالب نون، يعني قيمة الورقة حالا هتساوي 2000 في 1+ يعني 1,165,000 كل أس سالب نون، يعني سالب 2.25. طبعا دي هتيجي ازاي؟ دي حضراتكم بالكالكوليتر 2000 افتح قوس اكتب 1 علامة 165 اقفل القوس، اس اللي هو راس السهم دي او الاكس اس مربع، اس سالب 2.25 ايكوال تساوي 14,183,933. يعني الراجل هيدي الراجل كمبيالة قيمتها الاسمية 20,000 جنيه، لكن 20,000 جنيه دول بعد سنتين وربع، هو عايزها دلوقتي. دلوقتي تساوي كام الكمبيالة دي؟ أم 20,000 جنيه دلوقتي تساوي 14,183 بس. طب الخصم، الخصم اللي هو الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة الحالية، يعني الفرق بين 20,000 وال 14,183. في عدة ملاحظات على هذا الكلام. أول ملاحظة بتقول إن جملة أي مبلغ على الجملة السابقة لها بتساوي 1+ 1+ المعدل، يعني الجملة في السنة الخامسة على الجملة في السنة الرابعة بتساوي 1+ الجملة في السنة الثالثة
على الجملة في السنة الثانية بتساوي 1+ع، وهكذا. جملة أي مبلغ على الجملة في السنة السابقة لها بتساوي 1+ع. دي ملاحظة أو قانون يعني. في مثال بيقول إذا كانت جملة مبلغ ما المبلغ مجهول في السنة الخامسة بتساوي 66,244.8، والجملة في السنة السادسة بلغت 67,569، أوجد معدل الفايدة وأصل المبلغ. مديني الجملة في السنة الخامسة والجملة في السنة السادسة. القانون بيقول لك لو قسمنا الجملة الكبيرة على الجملة الصغيرة، يعني الجملة في السنة السادسة على الجملة في السنة الخامسة، يديني 1+ع. ده القانون. فكده هنقسم الجملة في السنة السادسة على الجملة في السنة الخامسة، يطلع 1.2، يعني 1+ع بتساوي 1.2. فلو شلنا الواحد يبقى المعدل بيساوي 2%، أو المعدل بيساوي 2%. ده الملاحظة بتقول جملة أي مبلغ على الجملة في السنة السابقة لها بتساوي 1+ع. كذلك هو عايز المبلغ كان كام، فانطبق له قانون ج بتساوي ا+1+ع كل اس ن. فاقول له والله بالنسبه للجمله في السنه الخامسه، يعني بعد 5 سنين، هو مديني الجمله في السنه الخامسه 66,244.8، هتساوي ا اللي هي المجهوله في 1.2%، لان جبت المعدل 2% اس 5، يعني ألف هتساوي اللي بره على اللي جوه، يعني 66,244.8 على 1.2 أس 5 هتطلع 60,000 جنيه، اللي هو المبلغ المستثمر في التمرين بتاعنا. بالنسبة للدفعات المتساوية بفايدة مرتبة، الدفعات المتساوية دي مبالغ متساوية بتدفع على فترات زمنية متساوية، يعني بيدفع مثلا كل سنة 1000 جنيه 1000 جنيه 1000 جنيه، أو كل 3 أشهر 500 جنيه 500 جنيه 500 جنيه. المبالغ المتساوية والفترات الزمنية متساوية، ده أهم الشرط بتاعها. طيب المشكلة إن إحنا نجيب جملة الدفعات بتساوي كام؟ في قانون بيقول جملة الدفعات ج بتساوي الدفعة، أفتح قوس كبير، بسط المقام، 1+ع كل أس ن، ناقص 1 على السطر، خلي بالك، على عين، أقفل القوس الكبير، حيث أن ج معناها جملة الدفعات. ما عندناش قوانين جديدة، الدفعة مبلغ الدفعة، يعني الراجل بيحط مثلا 100 جنيه، يبقى الدفعة ب100 جنيه، وعين اللي هي المعدل. المشكلة هنا بقى، المشكلة لو كان المعدل يعني مش لازم المعدل يبقى سنوي كلها سنين. الفايدة عادة ممكن تضاف كل 3 أشهر، تضاف كل شهرين، تضاف كل شهر، تضاف كل نص سنة، مش لازم تضاف كل سنة. إذا كانت الفايدة تضاف أكتر من مرة في السنة، إذا كانت الفايدة بتضاف أكتر، يعني بتضاف كل 3 أشهر، كل 6 أشهر، كل شهر، إذا كانت الفايدة تضاف أكتر من مرة في السنة، ففي هذه الحالة المعدل عين هيساوي المعدل السنوي على عدد مرات الإضافة، ونون هتساوي عدد السنوات مضروبة في عدد مرات الإضافة. يعني إذا كانت الفايدة تضاف كل 3 أشهر، يعني تضاف 4 مرات في السنة،
والمعدل 16%، يبقى المعدل الحقيقي 16 من 100 على 4. يعني 16% لو هتاخدها على 4 مرات يبقى في المرة بتاخد كام؟ بتاخد 4%، 16 على 4. ولو المدة مثلا على سبيل المثال فرضا كانت 6 سنين وانت بتحط الفايدة كل 3 أشهر، أو بتحط في المرة يعني بتحط في السنة 4 مرات، يبقى 4 في 6 ب24. المهم إذا كانت الفايدة تضاف أكتر من مرة في السنة فإن المعدل الحقيقي هيساوي المعدل السنوي على عدد مرات الإضافة، ونون هتساوي عدد السنين في عدد مرات الإضافة. يعني نقسم المعدل على عدد مرات الإضافة ونضرب عدد السنين في عدد مرات الإضافة. فهنا مثلا على سبيل المثال بيقول لك واحد بيحط 5000 جنيه كل 3 أشهر، يعني 4 مرات في السنة، بمعدل سنوي 14%، 16% سنوي، المعدل السنوي 16% سنوي لمدة 6 سنين. يبقى الراجل ده ليه كام في نهاية المرة؟ بالعقل كده الراجل بيحط الفلوس كل 3 أشهر، يعني 4 مرات في السنة، في 6 سنين يعني حط الفلوس كام مرة؟ 4 في 6، حط الفلوس 24 مرة. المعدل كل 3 أشهر هو في السنة ياخد 16%، يبقى في الربع سنة ياخد كام؟ 4%. يبقى كأن المعدل الحقيقي هنا 16% على 4 في 4%، ونون بتساوي عدد السنين في 4، عدد السنين 6 سنين في 4 يعني 24. القانون بيقول إن الجملة ج بتساوي الدفعة اللي هي 5000 في 1 زائد عين 1 و4 من 100، كل أس نون يعني كل أس 24 ناقص 1 على عين على 4 من 100. أما نلاقي بسط ومقام كده لازم أحزم البسط بقوسين والمقام بقوسين، هنعملهم بالأحمر عشان تخلي بالك إن المسألة مش هتتحل إلا إذا حطيت الأقواس دي. طبعا دي ممكن نعملها في الكالكوليتر كلها مرة واحدة. الجملة هتساوي 5000، أفتح قوس 2، هو الكالكوليتر مفيهوش أحمر وأسود ومربع ومدور، كلها أقواس. يبقى 5000 أفتح قوسين، واحد أسود واحد أحمر، 1 و4 من 100، أقفل القوس، أس 24، أنزل على السطر ناقص 1، أقفل القوس الأحمر، على أفتح قوس 4 من 100، أقفل القوس، وبعدين أقفل القوس الثاني وأقول يساوي، هتطلع زي ما حضراتكم شايفين 195,413.2 من 100. يعني كأن جملة الدفعة تساوي الدفعة في بسط ومقام 1 زائد عين كل أس نون ناقص 1 على السطر على عين أقفل القوس. مع ملاحظة إذا كانت الفايدة تضاف أكتر من مرة في السنة فإن المعدل هنا هتساوي المعدل السنوي على عدد مرات الإضافة. عدد مرات الإضافة 4 مرات في السنة في المسألة دي، لأن بيدفع كل 3 أشهر يبقى 4 مرات في السنة، 16% على 4 في 4 من 100. ونون هتساوي عدد السنين في عدد مرات الإضافة. الراجل 6 سنين وعدد مرات الإضافة 4، يبقى نون هنا هتساوي 24. دي جملة الدفعات المرتبة. القيمة الحالية للدفعات المتساوية. الحقيقة القانون ده ذو أهمية كبيرة جدا جدا، ويعني أنا لو أطول أحفظه لكم أكتبه لكم كده يعني في المحفظة بتاعتك، يبقى القانون ده مكتوب لأنه مهم جدا 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 في موضوع الاستثمار والتمويل. القانون ده يعني يعتبر أهم قانون في الرياضة المالية. القيمة الحالية للدفعات المتساوية مش لمبلغ واحد، هتساوي الدفعة أفتح قوس كبير 1 ناقص، أفتح قوس 1 زائد عين كل أس سالب نون على عين. نون ده يعني غاية في الأهمية، ده يعتبر أهم قانون في كل التجارة كلها، مش أهم قانون في الرياضة المالية بس، لأن هو أساس الاستثمار والتمويل.
والمادة اسمها رياضيات الاستثمار والتمويل. طب نشوف بقى أهميته في إيه بقى، نشوف المسائل اللي عندنا. فرضا شخص أن يضمن مثلا لابنه دفعة شهرية مقدارها 10,000 جنيه لمدة 5 سنين، فإذا كان معدل الفايدة المرتبة 1% شهريا، هو المبلغ الذي يجب أن يدفعه الآن للبنك حتى يتولى البنك دفع هذا المبلغ لابنه شهريا. يعني إيه؟ يعني واحد عايز ابنه يقبض من البنك كل شهر 10,000 جنيه لمدة 5 سنين، يعني كام؟ يعني السنة فيها 12 شهر، 5 في 12 ب60، يعني هيقبض ال10,000 جنيه دول 60 مرة، 60 مرة، 10,000 10,000 10,000، يعني كأنها يساوي مثلا 600,000 جنيه. بس هو لو اداهم للواد كده، الواد هيفرتك ال 600,000 جنيه، هيصرفهم في يوم واحد. هو عايز يضمن ان، يعني مثلا هو حاسس ان اجله قرب ولا حاجه، فقال له دوت لسه بيتعلم قدامه 5 سنين يتعلم، فمحتاج له 10,000 جنيه كل شهر. فأضمن حاجة، أنا أروح البنك أحط له مبلغ معين، وهو الواد يروح آخر كل شهر ياخد 10,000 10,000 10,000 10,000. طبعا الراجل مش هيحط 600,000 جنيه، لأن المفروض يحط أقل من كده، لأن البنك بياخد الفلوس دي يستثمرها. هيحط كام؟ هيحط القيمة الحالية ل 10,000 10,000، القيمة الحالية للدفعات المتساوية. القيمة الحالية كأن الواد بياخد دفعات متساوية، بياخد 10,000 10,000 10,000 10,000 كم مرة؟ 60 مرة. عايزين نحسب قيمتهم الحالية، يعني الراجل هيحط في البنك القيمة الحالية للدفعات المتساوية. يقول لي مبلغ الدفعة الواحدة هنا هو 10,000 جنيه، والمدة طبعا هنا بالشهور، 5 في 12 ب60 شهر، والمعدل الشهري، هنا المعدل الشهري والمدة بالشهور، يعني مش معدل سنوي، لو المعدل سنوي كنت قسمت، لكن المعدل شهري والمدة بالشهور مفيش مشاكل، لأن المعدل والمدة لازم يكونوا من نفس النوع. لو المعدل شهري يبقى المدة بالشهور، لو المعدل سنوي يبقى المدة بالسنين، لو المعدل ربع سنوي يعني المدة بربع السنين. هنا المعدل الشهري 1%، يعني 1%، والمدة بالشهور 60 شهر. القيمة الحالية للدفعات على حسب القانون هتساوي الدفعة، افتح قوس كبير، بسط ومقام، البسط واحد سالب، افتح قوس واحد زائد عين، كله سالب نون على عين، يعني هيساوي 10,000، افتح قوس كبير، واحد ناقص واحد، 1%، كله سالب 60 على 1%. لازم نحزم البسط بقوسين، انا اعملهم بالاحمر والمقام بقوسين. يعني دي تتعمل ازاي؟ 10,000 افتح قوسين، واحد ناقص افتح قوس، واحد واحد من مية اقفل القوس، واستلف 60 اقفل القوس الاحمر، على افتح قوس 1% اقفل القوس، واقفل كمان مرة، تساوي هيطلع حضراتكم 449,585 مليون. يعني الراجل هيحط النهارده 449,550 جنيه، وابنه ياخد اخر كل شهر 10,000 جنيه لمدة كام سنة؟ 5 سنين. يعني ياخد 10,000 جنيه دول 5 في 12 ب60، ياخدهم 60 مرة. الله، يعني هياخد 600,000 جنيه والراجل حاطط 449,000 بس. اه طبعا، لان القيمة الحالية للدفعات يعني يساوي كام النهارده؟ ال10,000 ال10,000 كل شهر 10,000 10,000 10,000 لمدة 60 شهر، يساوي كام النهارده؟ قيمتهم الحالية كام؟ 449,550. في أمثلة كتير قوي على القيمة الحالية للدفعات، هنشوف حضراتكم. مثال تاني عشان يبين حكاية القيمة الحالية للدفعات، بيقول لي شقة معينة يعني للبيع، اتفق شخص على أن يدفع 20,000 جنيه نقدا ويسدد الباقي على 20 قسط سنوي متساوي مقدار كل منها
5000 جنيه. فإذا كان معدل الفايدة المركبة 12% احسب الثمن الفوري لهذه الشقة. شقة قدام سعادتك كده المفروض تدفع سعادتك 20000 جنيه نقدا وتسدد الباقي على 20 قسط سنوي متساوي مقدار كل منها 5000 جنيه. يعني كل سنة تدفع 5000 جنيه، 25 5، لا يدفع 50000 جنيه. يا رب يدفع 50000 جنيه. يدفع 50000 جنيه كل سنة لمدة 20 سنة، ومعدل 12%. لو الراجل، يعني هو الراجل دلوقتي بيدفع 20000 جنيه نقدا أو فورا، وبعد كده كل سنة يدفع 50000 جنيه، 50000 جنيه، 50000 جنيه، 50000 جنيه لمدة 20 سنة. عشان نفهم التمرين كويس، 20000 جنيه يدفعوا حالا، وآخر كل سنة 50000، 50000، 50000، 50000، 20 قسط سنوي متساوي مقدار كل منها 50000 جنيه. يعني كام يا ربي؟ 50000 في 20 يعني مليون، وفي 200000 نقد. طب افرض الراجل بقى دلوقتي، لا انا عايز ادفع كل الفلوس نقدا، يدفع كام؟ هيدفع 20000 جنيه، وكمان يدفع القيمة الحالية بقى، مش يدفع مليون جنيه، لا القيمة الحالية 50000 و50000 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 و50000. يعني الراجل لو عاوز يدفع المبلغ كله فورا هيدفع 20000 جنيه، ولا دول ايه 200000، 200000 يدفع 200000 جنيه، والقيمة الحالية 50000. يعني ما يدفعش، هو شكلها كده يساوي مليون و200000، لان 200000 فورا وفي مليون يتقسط. لكن لو عايز يدفع ال 50000، المليون اللي هيتقسط دول عايز يدفعهم فورا، يبقى يدفع كام؟ هنجيب القيمة الحالية للاقساط دي، القيمة الحالية لل 50000 20 قسط سنوي متساوي مقدار كل منها 50000 جنيه. على حسب القانون الدفعة اللي هي 50000، افتح قوس كبير 1 ناقص، افتح قوس 1 و12 من 100، قوس ناقص 20 على 12 من 100، دي القيمة الحالية للأقساط. القيمة الحالية للأقساط زي ما قلت لحضراتكم، لو القسط افتح قوس 1 ناقص، افتح قوس 1 زائد، يعني كل السنين على، يعني 50000 جنيه في 1 ناقص 1 و12 من 100، قسط ناقص 20 على 12 من 100، دي هتطلع حضراتكم كام بقى يا ربي؟ هتطلع كام؟ 373472. طب والله ده حلو أوي. يعني لو الراجل المليون جنيه قيمتهم الحالية، قيمتهم مليون جنيه لو كانوا بالاقساط، لكن لو عايز يدفع فورا هيدفع 373472 على 200000. يبقى الثمن الفوري لهذه الشقه هيبقى 573472181. ده لو كان عايز يدفع كل الفلوس فوري هيدفع 573000. يعني كأن المليون جنيه دول قيمتهم الحاليه 373000 بس، لو كان عايز يدفعهم دلوقتي حالا. انا قلت لحضراتكم ان القانون دوت اللي هو القيمه الحاليه للدفعات، ده يعتبر اهم قانون في الرياضه الماليه، واهم قانون في كل التجاره كلها. ليه؟ لان احنا بنستخدمه في اتخاذ قرار الاستثمار، نستثمر في هذا المشروع ولا ما نستثمرش. لا يستطيع العقل العادي ان هو يحسبها، لابد ان هو يكون حافظ القوانين عشان يعرف يشتغل. فمثال اهو، يقول لك ايه، اتوبيس ثمنه النقد 2 مليون جنيه. يعني لو عايز تشتريه دلوقتي تدفع 2 مليون جنيه فقط. طب وبعدين؟ يقول لي يدر دخلا سنويا صافيا مقداره 750000 جنيه لمده 4 سنين. جميل جدا جدا. يعني هيجيب لك دخل صافي
مليون إلا ربع اللي هو 750,000 جنيه لمدة 4 سنين، يعني هيجيب لك 3 مليون جنيه دخل صافي. بيقول لك ويباع في نهاية المدة بقيمة تخريدية مقدارها 500,000 جنيه. فإذا كان معدل الاستثمار السائد في السوق 24% سنويا، هل يمكن الموافقة على هذا المشروع ولا لا؟ ده أكتر أهم موضوع في كلية التجارة، اللي هو تتخذ قرار الاستثمار ولا ما تتخذوش. يعني الأتوبيس هتدفع فيه دلوقتي 2 مليون جنيه، وهيجيب لك 750,000 و750,000 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 على 4 سنين، وهيجيب لك كمان بعد 4 سنين هتبيعه خردة، يعني يبقى أتوبيس مدارس يعني ولا أي حاجة، مش هيبقى سياحي ولا حاجة، 500,000 جنيه. يعني هيجيب لك كام؟ هيجيب لك 3,500,000، وانت هتشتري ب2 مليون. هتقول والله ده مشروع لقطة، لكن هو يعني ما نعرفش كان لقطة ولا مش لقطة. يعني احنا ما نقارنش ال2 مليون جنيه بال3,500,000، احنا نقارن قيمة حالية بقيمة حالية. انت هتدفع ال2 مليون جنيه دلوقتي، لكن ال750,000 جنيه الأولانية هتجي لك بعد سنة، و750,000 جنيه اللي بعديها هتجي لك بعد سنتين، وبعدها بعد 3 سنين، وبعدها 4 سنين. كما أن ال500,000 جنيه أنت مش هتقبضها النهاردة، أنت هتقبضها بعد 4 سنين. يا ترى القيمة الحالية لل750,000 و750,000 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 والقيمة الحالية لل500,000، والله لو طلعوا أكتر من ال2 مليون يبقى مشروع أقبله، اما لو طلعوا اقل يبقى المشروع ده ايه، ما قبلوش. في كلمة مهمة جدا هنا بيقول لي ساعات كده، كان معدل الاستثمار 24% سنويا، ما قالش معدل الفايدة. خلي بال حضراتكم، معدل الاستثمار ده عبارة عن معدل الفايدة زائد بدل المخاطرة. يعني افرض مثلا على سبيل المثال ان يعني معدل الفايدة في البنوك 16%، طب ما انا احط الفلوس بتاعتي في البنك واضمن ال 16%، لا، معدل الاستثمار 24% لو بدل المخاطره مثلا، كل واحد بيحط مخاطره لنفسه، 16% زائد 8% ب 24%، لا هو معدل، انا بستثمر فلوسي ب 24%، انا ماليش دعوه بمعدل البنك، ده مضمون 100%، ده حاجه ثابته، يعني حاجه مضمونه 100%، ما فيش اي مخاطره. لكن انا معدل الاستثمار المفروض هيساوي سعر الفايده بتاع البنك زائد معدل المخاطرة. معدل المخاطرة ده يعني يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال الاقتصادية والمشروع اللي أنا شغال فيه، وأنا برتدي كام في المية مخاطرة. فلو ارتديت 8% مخاطرة وهو سعر الفايدة كان 16%، يبقى معدل الاستثمار 24%. هو بيقول لك معدل الاستثمار، يعني في حسابات معقدة عشان تحسب معدل الاستثمار، فلنفرض إن هو 24%. فدلوقتي أنا هجيب حاجتين، بجيب القيمة الحالية لأربع تدفقات نقدية، كل تدفق عبارة عن 750,000 جنيه. شوف 750,000 جنيه 4 مرات يساوي كام؟ ها؟ محدش يقول لي يساوي 3 مليون جنيه، 3 مليون جنيه إيه؟ النهاردة أنا عايز النهاردة يساوي كام؟ 750,000 جنيه 4 مرات، وأجيب القيمة الحالية للمبلغ واحد اللي هو 500,000 جنيه، لأن 500,000 جنيه مش هقبضها النهاردة، أنا هقبضها بعد 4 سنين. فأولاً إيجاد القيمة الحالية لأربع تدفقات نقدية مقدار كل منها 750,000 جنيه. القانون بيقول القيمة الحالية هتساوي الدفعة اللي هي 750,000 جنيه في واحد سالب، افتح قوس، واحد زائد يعني 1.24%، كل أس سالب من أس سالب 4، لأن 4 دفعات على عين على 24%، دي هتطلع حضراتكم كام يا ربي؟ هتطلع 1,803,207. يعني 750,000 جنيه 4 مرات يساوي كام النهاردة؟ يساوي النهاردة 1,803,207. احنا بنجيب القيمة الحالية مش القيمة الاسمية. هما يساوي كام النهاردة؟ هما 3 مليون، بس يساوي كام النهاردة؟ يساوي النهاردة 1,803,207. عايزين نجيب القيمة الحالية ل500,000 اللي هي القيمة التخريدية، ونجمعهم على بعض. نجيب القيمة الحالية لل500,000 جنيه بعد 4 سنين، القيمة الحالية للمبلغ واحد احنا خدناها تساوي المبلغ في 1 زائد عين كل أس سالب نون، يعني 500,000 في 1.24% أس سالب 4 يطلع كام يا ربي؟ هيطلع
211486 وشوية. يبقى مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية الداخلة بتساوي المبلغ الأولاني اللي هو كان 1,803,000 زائد 211,000، دي هتطلع 2,014,694. المهم مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية أكبر من 2,000,000، يبقى في الحالة دي يتم قبول المشروع. أما إذا كانت أصغر يبقى لا يتم قبول المشروع. يبقى أنا بقارن قيمة حالية اللي هو المبلغ المدفوع نقدا اللي هو 2,000,000 جنيه بالقيمة الحالية. القيمة الحالية الثانية اللي هي قيمة حالية للتدفقات ده القيمة الحالية للمبلغ الواحد. والله لو كان مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية الداخلة أكبر من المبلغ المدفوع نقدا اللي هو 2,000,000 جنيه يبقى يتم قبول المشروع، والعكس صحيح. واحد ممكن يسألني سؤال يقول لي طب يا ترى لو ده بيساوي ده أقبل برضه، أقبل المشروع ليه؟ لأن أنا أبقى استثمرت فلوسي بـ24%. آخر حاجة هناخدها حاجة اسمها القسط المتساوي، يعني لو واحد مقترض مبلغ معين وعايز يقسطه على أقساط متساوية، القسط المتساوي بيساوي قد إيه؟ طبعا مش عايز حد يقول لي المبلغ نروح قاسمينه على عدد السنين، الكلام ده عند الناس العبيطة اللي متعرفش لا استثمار ولا تمويل ولا فوايد ولا أي حاجة، والدنيا كلها ماشية بالفوايد. طبعا مفيش حد، أي بنك في الدنيا لازم يتعامل بفوائد، مفيش بنك في الدنيا متعاملش بالفوائد. في قانون بيقول إيه؟ إن القسط المتساوي هيساوي القرض مضروب في بسط ومقام، عين على واحد سالب، واحد زائد عين كل قسط سالب. نفس القانون اللي فات بس بنخلي البسط مقام والمقام بسط. القسط المتساوي هيساوي القرض أيا كان القرض كام جنيه، مضروب في عين معدل على واحد ناقص افتح قوس واحد زائد عين كل قوس. فهنا بيقول اشترى شخص شقة ثمنها النقدي 1,000,000 جنيه، دفع 20% نقدا وتعهد بسد الباقي على كم قسط سنوي متساوي على 15 قسط سنوي متساوي بمعدل الفايدة 13.5% سنويا. عايز يحسب القسط يطلع كام ومجموع الفوايد تطلع كام. طبعا الإنسان العادي يقول لك إيه، هو الراجل دفع تمنها كام؟ 1,000,000 جنيه. الراجل دفع كام؟ دفع 20%، يعني دفع 200,000 جنيه، يبقى الباقي عليه كام؟ 800,000 جنيه. طبعا ما تقوليش يبقى القسط 800,000 على 15 قسط، 800,000 على 15، الكلام ده يعني كلام عبيط مش فيه فوايد، مفيش حاجة مفيهاش فوايد. المشكلة الأساسية طب أجيب القسط المتساوي بأنهي قانون؟ في قانون بيقول إن القسط هيساوي القرض، القرض هنا هيبقى 800,000 جنيه في بسط ومقام البسط اللي هو عين اللي هي 13.5% اللي هي 135,000 على واحد سالب أفتح قوس واحد 135,000 أس سالب نون أس سالب 15، هيطلع حضراتكم القسط المتساوي يطلع كام؟ 127,000 جنيه، 127,005 كمان، القسط الواحد 127,005. مجموع الفوائد اللي تحملها المدين هتساوي القسط في عدد الأقساط ناقص القرض. القسط حضراتكم 127,005 شوية ملاليم في 15 ناقص 800,000، يبقى الراجل ده هيدفع فوايد كام يا ربي؟ 1,000,000 جنيه، 1,105,86 دي فوايد. ناظر هو هيقسط الشقة على 15 سنة، قسط 800,000 جنيه على 15 سنة، الفوايد طبعا هتطلع أكتر من المبلغ. يعني الراجل اقترض 800,000 جنيه دفع عليهم فوايد بس 1,105,86، ده الفوائد المرتبة. هتقولي كتير، طب خلاص يدفع نقل، ما معهوش نقل، هو ده الحل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.